الشيخ وسيم ولدي. نعم. لليوم أنا عندي عيد كبير. يا مرحبا. عندي عيد وأنا كنت ارتاشة باش نشوفك. زين. والله الله يكثر من مثالك. إن شاء الله أحسن. أصحاب الجنة. الله المستعان. سمعت يا ولدي. أمري أمي. أنا كنت ضحك بزاف ولا دخلت لشي مجمع عرس ولا مجمع كنت ضحك بزاف وكنت ضحك الناس. إيه. زين قولي. أنا بغيتك تجاوبني على هذه الطريقة اللي أنا فيها، وقلت في دكاني ضحكوا، وقلت في عرسي ضحكوا، والناس كتسول عليا دابا أنا 6 شهور وأنا في أبو ظبي عند بنتي، والناس كتسأل عليا على ذاك الضحك، قال لك ما لقيناش بحالك يا خديجة. شو؟ جاوبني يا ولدي، أشنو عندي في هذا الضحك؟ واش حلال ولا حرام ولا؟ الله يحفظ، وكنضحك أنا فقيرة الحال، وكنضحك عندي ولا ما عندي. والله ما كل شيء عندي انا ضحك. اضحكي من ما نعته اضحكي. انا نضحك. اضحكي. اضحك الحياة حلوة. اضحكي. حد ما نعك تضحكين. انا نضحك. اضحك. وانا ما عنديش ونضحك. اضحك اضحكي. الله يرزقنا الله يرزقنا الضحك. وانا هو اضحك وابكى رزق هذا رزق. امين. امين. بس ادعي لي. الله يحفظك. امين. انا نكون في المغرب وخصني نهار الخميس ضروري ندير وسيم سي وسيم الشيخ وسيم. ندير يعني نشغل. نشغل تلفزيون وندير التلفزيون. الشيخ وسيم. الله يسعدك. ان شاء الله.